الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ترأس الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة تقارير اللجان الخاصة للوفود البرلمانية بشأن الوقوف على احتياجات المناطق الحدودية. قال الدكتور علي عبد العال إن حلايب وشلاتين سيتم ضمها إلى محافظة أسوان لقربها جغرافيا منها. كمان قال إن اعتماد التقسيم العرضي لمحافظة الوادي الجديد سيؤدي إلى ربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر. المجلس في جلسته قرر إحالة 7 قرارات اتفاقيات خاصة بمصر وعدد من الدول مثل الكويت بشأن المساهمة بمشروع ربط الكهرباء بين مصر والسعودية، والقرار الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين مصر وملاوي، وعدد آخر من الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت. تفاصيل أكثر في رسالة زميلنا أحمد غنيم، نتابع. نرحب بكم مشاهدينا من أمام مجلس النواب ومتابعة لإنعقاد اللجان الخاصة بسواء بالأمن الدول الدفاع القومي أو بلجنة الثقافة والإعلام، وعدد كثير من اللجان في مجلس النواب. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الإطار سيادة اللواء أركان حرب أحمد العوضي وعضو مجلس النواب وأيضا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك، أهلا بحضرتك. نتكلم عن انعقاد اللجنة النهاردة، وأعتقد أن الموضوع اللي موجود النهاردة على ساحة الطاولة يعني أو على طاولة الاجتماعات النهاردة وهو موضوع وزارة الداخلية مع طبعا الصحفيين ونقابة الصحفيين. غير كده وكده كمان اكيد النهارده في اجتماع اللي انا عرفته برئيس وزير الداخليه، فعايز اعرف النهارده الاجتماع ده محاور اهم المحاور اللي هيتم مناقشتها النهارده ايه، وعايز اعرف اللي تم كمان في الموضوع بتاع وزاره الداخليه ونقابه الصحفيين. والله هو الزياره النهارده لوزاره الداخليه ليها هدفين. الهدف الاول هو تقديم واجب العزاء في شهداء الوطن من افراد الشرطه اللي بيضحوا يوميا في سبيل ان بلدنا يعني من اجل الوطن ومن اجل مصر. فاحنا رايحين نقدم واجب العزاء في هؤلاء الشهداء، ودول مش شهداء الشرطه فقط ولكن دول شهداء الوطن، فبنقدم لهم التعازي وبنتمنى لهؤلاء الشهداء ان يدخلهم الله في جنته ان شاء الله. هنتكلم بقى عن الموضوع الابرز اللي موجود دلوقتي زي ما قلت حضرتك، الازمه الدائره ما بين وزاره الداخليه وبين نقابه الصحفيين. عايز اعرف اهم ما وصلتم اليه حتى الان. هو هذه الازمه السبب فيها طبعا نقابه الصحفيين، لان النقابه لم تدير الموقف كما يجب ان يكون. بالنسبه للنقابه لها دور اساسي وهو ان هي تعتبر نقابه خدميه وليس ان هي تأوي الخارجين على القانون. وهذا الموضوع ان صدر بشأنهم امر ضبط واحضار لم يكن بالدرجة الاولى من ان هم في واجبهم اللي هم كصحفيين، ولكن دول ناس او افراد بتسيء للوطن وبتحرض على العنف وبتحرض على القلاقل بالنسبه لهذا الوطن وضد رئيس الجمهوريه. لكن الخطوات اللي بدلوا اللي محاولوا على الازمه الدائره، عايز اعرف ايه الخطوات اللي هتتم في الفتره اللي جايه؟ والله هي الكره في ملعب نقابه الصحفيين، لان النقابه هي اللي وصلت الموضوع لهذا الحد، فالمفروض ان هي يعني يبقى المبادرات من جانبها. وطبعا هذا الموضوع ملوش الا حل واحد فقط وهو الحل السياسي. مفيش تدخل منكم؟ والله هو مجلس النواب لو تدخل برضه يتدخل بصفه ان انهاء الموضوع وانهاء الازمه وعدم وصولها الى اكتر من كده يعني. شكرا لك يا فندم. شكرا باشا، شكرا. اذا مشاهدينا ده كان حوارنا عن الازمه الدائره وسعي طبعا مجلس النواب لاحتواء الازمه الدائره ما بين نقابه الصحفيين ووزاره الداخليه، وايضا تقديم التعازي، حيث هناك لجنه الدفاع والامن القومي ستزور وزير الداخليه لتقديم العزاء له في شهداء الوطن. شكرا لكم مشاهدينا، وعلى مره اخرى للاستديو. تمام، بشكرك شكرا جزيلا احمد غنيم.